منتخب مصر بدأ امبارح الاستعداد لمباراة دور ال 16 اللي لسه ما تحددش هنواجه فيها مين. أداء منتخبنا الوطني في بطولة أمم أفريقيا بيتطور في كل مباراة، وطبعا بنأمل في الفوز والصعود لأبعد المراكز في البطولة، وإن شاء الله إن شاء الله يا رب هنفوز بيها. عايزين نعرف أكتر تفاصيل وكواليس استعداد منتخب مصر مع عبد الحميد فراج الناقد الرياضي. صباح الخير أستاذ عبد الحميد. صباح الخير استاذة، صباح الخير على كل مشاهدي التلفزيون المصري. عايزينك تكلمنا كده عن كواليس اللي بيحصل في المنتخب والتدريبات اللي كانت بتحصل امبارح. في البدايه طبعا كان تاهل يعني بشق الانفس، كتاهل ما كانش بيرضي جماهير الكره المصريه والمتابعين. 3 نقاط ب3 تعادلات، المنتخب استقبل 6 اهداف في دور المجموعات، وديت نتيجه كبيره او ارقام كبيره ما تصحش ابدا لمنتخب كبير زي منتخب مصر. ولكن لما بنبص على اجواء البطوله بشكل عام نقدر نقول ان احنا كويس ان احنا تاهلنا، مش عايز اقول دوت بس، لان فعلا في مفاجات كتيره جدا في البطوله. خروج المنتخب الغاني بالامس، خروج المنتخب الجزائري وهم اسماء كبيره في الكره الافريقيه، مفاجات على مدار البطوله. منتخب زي منتخب التونسي بيخسر من ناميبيا، منتخب غينيا الاستوائيه بيحقق مفاجات، كوت ديفوار اللي هي مستضيفه البطوله نفسها تخسر بنتائج كبيره. فخلى الاجواء بتقول ان لا، ان في تغيرات، في اجواء مختلفه في البطوله دي. فالحمد لله اولا ان احنا تخطينا العقبه الاولى وتاهلنا. المنتخب بالامس كان راحه، ما كانش فيه تدريبات، المدير الفني اختار ان هو يدي فرصه لالتقاط الانفاس للعيبه بعد التاهل عن دور المجموعات، وكان فيه تجمع جميل كده عزومه عشاء بالليل للسيد خالد الدرندلي المصاحب للبعثه وللبعثه بشكل كامل. حضرها بالمناسبه هذه العزومه او وجبه العشاء ديت محمد صلاح قبل ما يسافر، وكان زي وداع ليه قبل ما يغادر البعثه. وكان ايضا في العصر بالامس كان غادر محمد الشناوي للبعثه. الحمد لله 25 لاعب الباقيين كلهم سلام، كلهم جاهزين، هيبداوا بقى النهارده استعدادات من جديده لمباراه دور ال 16 ان شاء الله. طيب استاذ عبد الحميد، تفتكر اثناء التدريبات امبارح ايه ممكن يكون نوع التوجهات او التوجيهات اللي اتكلم فيها فيتوريا مع لاعبي منتخبنا الوطني؟ شوف، عايز اقول لك على حاجه، هو مؤكد ان فيتوريا بيدور دايما في راسه فكره او نظريه ازاي تصحيح اخطاء الدفاع، لان احنا سجلنا 6 اهداف، ده مقبول يعني، فكره الشق الهجومي لمنتخب مصر مقبوله ومقبوله جدا. حتى التركيبه الهجوميه ما تحت راس الحربه، ان يلعب بمرموش ولا تريزيجيه، ممكن يلعب بزيزو ولا مصطفى فتحي، ممكن يستغل في نص الملعب يبقى متاخر شويه زي امام عاشور، ولا يستغل مرموش. كل الافكار دي افكار مقبوله، ولكن هو يعني ممكن يبدا يدرب اللعيبه على جمل فنيه جديده مثلا؟ لا، ده هيكون محتاجين ان شاء الله بدايه من التدريبات من النهارده لحد مباراه دور ال 16. اعتقد ان هو هيستدعي اما تغيير احد قلبي الدفاع، او ان هو يحاول يبقى فيه تقفيل شويه او تمركز مختلف عن اللي لعب بيه في الـ3 مباريات السابقه. طيب عايزين نعرف برضو اكتر عن تفاصيل اصابه الشناوي، ومين هيكون الاقرب لخلافته في المباريات الجايه؟ هل هيكون ابو جبل الاصابه هل مؤثره عليه بشكل كبير ولا لا؟ خلينا طبعا نتمنى له السلامه والشفاء. هو اولا الاصابه المبدئيه او الاشعه المبدئيه اللي طلع خلع في الكتف، وان كان بعض التقارير الطبيه الاخرى وتحديدا دكتور اشرف محرم لما اتكلم قال ان ربما مع الخلع ده يكون في كسر، بس ده هيتضح اكتر او هيظهر اكتر بعد سفر اللاعب ووصوله اليوم الحمد لله الى المانيا لخضوع بقى لاحد الاطباء المتخصصين في القصه دي. اتخيل ان غياب محمد الشناوي هيبقى من 3 شهور فما يزيد. احنا عارفين ان الشناوي عنده من الاصرار والعزيمه اللي يخليه في التاهيل يحاول يسرع شويه من رتم العوده، بس احنا نتمنى له بس الاول الشفاء ويرجع ان شاء الله بسلامه الله. وهنشوف بقى الدكتور في المانيا هيحدد بالظبط مده العلاج او بروتوكول العلاج اللي بيحدده. اعتقد مش هتقل من 3 إلى 4 شهور هيغيب محمد الشناوي. بخصوص البديل بتاعه، طبعا احنا شفنا اخر دقيقه لعبها محمد ابو جبل ونزوله كبديل. انا شايف ان كان ترتيب حراسه المرمى اللي احنا متوقعينه او شايفينه ما قبل البطوله كان تركيز جدا من الجهاز الفني على الشناوي بشكل اساسي، ومن بعده
بشكل متساوي ابو جبل ومحمد صبحي، حتى المباراه الوديه لعبها محمد صبحي. اعتقد ايضا ان بفارق الخبرات ربما ابو جبل يبقى هو اللي هيلعب وهو ده اللي شارك في اخر دقيقه، ولكن مع فيتوريا ممكن نشوف اي حاجه ما بين محمد ابو جبل او محمد صبحي. طيب يمكن كان ملحوظ بشكل كبير المشاكل الدفاعيه اللي كانت في المنتخب الوطني في المباريات اللي فاتت، تفتكر ممكن معالجه من وجهه نظرك معالجه المشاكل الدفاعيه دي ازاي؟ وهل فيتوريا ممكن يستعين بياسر ابراهيم الماتش الجاي؟ دي حقيقه انا متفق معاكي فيها. الازمه ان حجازي راجع باصابه طويله، فكره البطء شويه بين حجازي وبين المهاجمين السرعة جدا في معظم المنتخبات الافريقيه مخليها في ازمه. محمد عبد المنعم كمان مش في احسن مستوياته. اعتقد ان اللجوء لحل ياسر ابراهيم على احد العنصرين دول سواء حجازي او عبد المنعم ممكن جدا تكون في راس فيتوريا. زي ما قلت لك هو الازمه الاساسيه بالنسبه له هو علاج القصور الدفاعي وعلاج الازمات اللي ظهرت في الثلاث مباريات الماضيه من خلل دفاعي موجود في المنتخب المصري. انا بشكل شخصي اعتقد ان ياسر ابراهيم ممكن لو هينزل هينزل على حساب حجازي، ولكن من رؤيتي لعقليه فيتوريا ودماغه وتفكيره صعب انه يغير في قلبية الدفاع. هو ممكن يعمل تمركز دفاعي مختلف ويسيب حجازي وعبد المنعم زي ما هو. طب كلمنا عن منافس منتخبنا في الدور ال 16 ومين الاقرب لينا؟ طيب احنا طبعا عارفين الاول ان مباراتنا خلاص هتبقى يوم الاحد اللي جاي، ولكن هي لسه المنافس لم يتحدث حتى هذه اللحظه. هيكون ثاني المجموعه السادسه، المجموعه السادسه فيها منتخبات المغرب والكونغو وزامبيا وتنزانيا. المباريات بتاعتها هتتحدد كلها وهتتحسم النهارده ان شاء الله. اعتقد الفرصه متاحه لكل المجموعات او لكل المجموعه. المغرب هتكون بتلعب زامبيا وتنزانيا بتلعب الكونغو. المؤشرات بتقول ان الكونغو هي الاقرب. يعني المنطق بيقول ان الكونغو هيفوز على تنزانيا والمغرب هتفوز على زامبيا، وبالتالي فالكونغو هتبقى في المركز الثاني وهنقابلها. فالمؤشرات كلها بتتجه نحو مباراه مصر والكونغو يوم الاحد المقبل ان شاء الله. في حاله تخطي الكونغو، احنا مش عايزين نسبق الاحداث شويه، هنكون بنقابل الفايز من غينيا الاستوائيه وغينيا في مباراه دور الثمانيه. طيب في ضوء كل اللي انت بتقوله لي ده استاذ عبد الحميد، شايف ان لاعبين منتخبنا قادرين على عبور دور ال 16 ودور الثمانيه في ظل كمان غياب نجم كبير زي محمد صلاح؟ مؤكد مؤكد طبعا. احنا عندنا زي ما قلنا 25 لاعب كلهم هم الافضل موجودين في الكره المصريه في الوقت الحالي. انا ما بلومش او الظهور اللي مش مرضي لمنتخب مصر ما بلومش عليه اللعيبه في الثلاث مباريات الماضيه، بيتحمل الجزء الاكبر منه المدير الفني. في حالة تصحيح الأخطاء من المدير الفني، من تمركز في خطة اللعب، من الأداء، من إدارة المباراة، أعتقد المنتخب هيظهر بشكل أفضل. عندنا لعيبة من العناصر المميزة جدا، مصطفى محمد، زيجي، مرموش، عندنا في نص الملعب أكثر من اسم، عندنا النني، مروان عطية، عندنا إمام عاشور، في أسماء كتيرة جدا تساعد إن المنتخب يقدر إن شاء الله يتخطى هذه العقبة. مهم جدا بس سير المباريات هيمشي إزاي. إحنا مش عايزين نسبق الأحداث زي ما قلنا النهارده. ختام دور المجموعات تتضح الصوره اكتر واكتر ونعرف دور ال 16 ونعرف طريقنا لحد اخر البطوله لفين. اعتقد بعدها المنتخب ممكن يبقى باداء افضل شويه ان شاء الله يا رب. وبنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، وبنشكرك استاذ عبد الحميد فراج الناقد الرياضي، شكرا جزيلا. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع تاني لتكمله فقرات صباح الخير يا مصر، ابقوا معنا.